هاي أبنائي من الطلبة والزملاء، أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم. لكني عاوز أقول حاجة الأول، مقدمة لابد منها. أولا أنا أشكركم على حسن استجابتكم الحقيقة، اللي يعني فاقت توقعي في ما نشرت أخيرا على صفحتي، والحقيقة هي لمستني من الأعماق. لأن بينما ناس قالوا إن يعني قد لا تروق الفكرة البعض، فأنا لاحظت إنها وصلت لعدد حوالي 290 ألف شخص، وأبدأ إعجابه بها أكثر من 10,000 شخص، يمكن 11,000، وكتب تعليق أكثر من 2500، وشارك آخرين أكثر من 1500. فدي مقدمة لابد منها إن أنا أشكركم، لاني انا فكره البث الحي كان ممكن اسجلها واحطها على اليوتيوب، بس دي بتشبهني زي ما الواحد يشوف مباراه مسجله عارف نتيجتها مسبقا. الحاجه اللي هي حيه بتبقى اكثر قبولا. ثانيا انه من دواعي سروري ان ابتدي معاكم النهارده، وده يوم عزيز عليا جدا، وهو يوم السادس من اكتوبر وهو من النصر، فهو تحية إجلال وتقدير الحقيقة لكل من شارك في هذه المعركة. والحقيقة كنت أنا واحد من اللي شرفوا بذلك في الاشتراك، وما كنت نائب في القصر العيني. وطبعا تحية أكبر للمصابين، أما التحية الكبرى فلكل الشهداء. وأسأل الله أن يعني يلهمهم جميعا فسيح، ويسكنهم جميعا فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. دي كانت مقدمة لابد منها. وعلى فكرة أنا عارف أنه ممكن يبقى فيه بسبب مشاكل الإنترنت في مصر شوية صعوبات، وعشان كده أنا آثرت أن أنا هبقى أسيب الفيديو لفترة عشان الناس تقدر تعيده لو فات منها حاجة. نمرة 2، أن أعدت فيها فايدة تاني، أن أنا أفتكر في الزمن اللي كنت بدي فيه محاضرات في القصر العيني، وكنت بدي مجموعات تقوية، فكنت بلاحظ الأوائل بيحضروا تاني في مجموعات تقوية الأوائل، واسألهم ليه، فكانوا بيجابوني إجابة لطيفة جدا، بيقولوا احنا بنسمعك مرتين بنبقى محتاجين very minimal time لمراجعة الأشياء، فعشان كده احنا بنحب نسمعك مرتين. فيمكن دي حتى اللي مش هيحصل عنده مشاكل في البث وهيبقى كويس يسمع تاني. هسيب الفيديو بضع أيام. تعالوا بقى دلوقتي نتفق على خطة العمل. 1، أي حاجة جديدة يا أولاد بيبقى فيها صعوبة نسبية في البداية. أما تفكرش من أول مرة هتلاقي روحك مستوعب 100%، ما تلاقي روحك مستوعب 60-70، I promise you أنه within 2 weeks هتستوعب كويس جدا، فترة لا تزيد عن 2 weeks. والحقيقة كل ما أعدكم به أن تبقى المقابلات بتاعتنا دي ممتعة، يعني نتمتع بيها ومثيرة وتحب تشوفها. ليه بقى؟ لأن احنا مش هنشرح الشرح التقليدي، طبعا هنقول كل حاجة بالصورة المطلوبة، بس هنحاول نستخدم يعني خاصيتين ادهم لنا ربنا. ان احنا ايه بنفرق عن بقية الدواب؟ ان احنا we are thinker، يعني بنقدر نفكر، وعندنا مقدرة الإيماجينيشن، دي ربنا ما ادهاش لسائر الدواب، ادها لنا احنا، فاحنا لازم نستخدمها، أدوات عندنا، ودي بتخلي الموضوع ممتع، إنك تبقى فاهم وقادر على التخيل. تاني نقطة أحب أقولها لكم، إنه مفيش حاجة اسمها واحد يقعد يسمع محاضرة بدون فيدباك، عشان كده قبل كل محاضرة، بدءا من المحاضرة القادمة بإذن الله، هحط لكم 5 أسئلة MSQ وهدي لك 5 دقايق تحلهم وهعلن الحل. ودي أنا اتعلمتها على فكرة في الجامعات الأمريكية، وهم يعني اساتذه في سبل التعليم الصحيح. فهيبقى فيه 5 اسئله MSQ. انا طول عمري بقول ان الخمس اسئله دول والخمس دقايق دي هي اهم جزء، اهم من ابن الشرح، لانه بدون فيدباك، بدون ما نعرف فهمت ايه عرفت ايه، ملهاش قيمه. وانا هنقي لك الاسئله الاصعب لسببين. 1، ان لما نتمرن على الصعب هنحل الصعب والسهل، العكس ليس صحيح. 2، لضمان انك انت في حالة متابعة مستمرة. طيب ثالث نقطة احب اقولها، احب يتواجد قصادك الدياجرامز اللي تقدر تحصل عليه سواء من اليوتيوب او من اي مكان،
ده هيسهلك اكتر. وان كان انا عامل شويه دياجرامز يعني اتمنى هتفيدكم باذن الله. نمره 4، عاوز الطالب يركز في اللي بقوله وما يكتبش غير حاجتين بس، يكتب الاسئله، ده سؤال ام اس كيو، ده سؤال شفوي، ده سؤال نظري، ومعاني الكلمات، لان في كلمات صعبه. بعد اسبوعين زي ما قلت لك معظم الميديكال تيرمز هتبقى عارفها كويس قوي. دي واحده. خامس نقطة أحب أقولها لكم، هيكون عندنا تملي فقرة المعلومات العامة. ليه؟ مش بس عشان يعني المونوتوني اللي هو الرتابة نكسرها، لا، مهم إن يبقى عندك معلومات في حاجة غير الموضوع اللي بنقوله. ده أنا عاوز أقول لك حاجة، دي برضو تعلمناها في الجامعات هنا، في حاجة اسمها ميجور، حضرتك بتدرس طب بس لازم تدرس حاجات تانية جنبها. ده أنا أقول لك حاجة لطيفة قوي. في ال ال ال, ال يعني تعريف الماتيور بيرسوناليتي، الشخص الناضج، في اربع حاجات هبشرحها لكم في السايكولوجي في مرحله لاحقه عليكم سايكولوجي بعد كده. واحده منهم المالتيبل انترست، يعني لو الطالب كل همه في مذاكرته بس، زميل فاضل كل همه في شرح المحاضره بس، ده يبقى شخص غير ناضج، غير طبيعي. فلازم عندك معلومات في حاجات تانية. ده انا عاوز اقول حاجه، القراءه دي حاجه مفيده جدا، يعني تبقى عندك معلومات اخرى بتوسع مداركك. ده انا عاوز اقول لك، لما هنا بيجوا يختاروا رئيس في شركه معينه كبيره، عارف ايه اكتر حاجه بيدوروا فيه؟ مكتبته فيها ايه؟ ارى ايه عددا ونوعا. ويؤسفني ان في بلادنا العربيه فيما خلا العراق متوسط المتعلمين، ما بتكلمش حتى الجهل، ما بيقروش خالص، يقروا كتاب واحد في السنه او اقل، اقل من كتاب لما قسمناه. بينما في الغرب هنا عندنا بيقروا عشرات الكتب في السنة. طب دي الحاجة العلمية، يعني انك عاوزين هما يبقى رئيس الشركة ده رجل داهية، مش يوديها في داهية، داهية مش في داهية، يبقى عنده معلومات. طيب انا اقول لك حاجة تاني، ده على فكرة حاجة عقائدية عندنا. انت ما تبص في القرآن في اول الصور اللي هي العلق بيقول لك اقرأ باسم ربك، يعني دعوة للقراءة. في الانجيل، في المسيحية، في إنجيل يوحنا يقول لك فتشوا الكتب، يعني دعوة إلهية أن لازم الواحد يعرف أكثر، مش يلتزم بحاجات معينة. فده اللي أنا عاوز يعني نركز فيه، أن هنعمل الخمس حاجات اللي قلناهم. زي ما قلت لك في صعوبة نسبية، نقولها بسرعة الأول لمدة أسبوعين مش أكتر. عاوز هنعمل خمس أسئلة بليز شارك فيها، وهقول الإجابات ودي نفسك نمرة، تشالنج بينك وبين نفسك. ما احنا في المحاضرات هنا لما بنقول اجابات الاسئله ما بنعرفش كل طالب عمل ايه، ده حاجه هو يعرف نفسه. نمره 3، حط قصادك دياجرام او ورقه او قلم عشان تكتب لي الاسئله المهمه ومعاني الكلمات. هتفتكر ايه ولا ايه؟ تقعد تدور عليهم مش هتعرف. نمره 4، ان انا بقول لك انه احب انه نعمل فقره معلومات عامه، واحب انك انت لو عندك اسئله بليز ما تبعتهاليش في اثناء المحاضره، ابعتها بعد كده عشان ما نعملش انتربشن. دي كانت مقدمة لابد منها. المرة الجاية في نفس هذا التوقيت بإذن الله يوم الثلاثاء هناخد المادة الأصعب وهي الأوتونومي. أنا اخترت وعارف إن أول حاجة في البلاد، أول محاضرة دي بتبقى أسهل قليلا، وإتس جود إنترودكشن. فإحنا يا أولاد هنبتدي دلوقتي بالبلاد، وزي ما بقول إن رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة واحدة، فتعالوا نبدأ الخطوة الأولى وهو البلاد. طيب تعالى نبتدي بأول حاجة الفانكشنز اوف بلاد. البلاد له أربع وظائف. الوظيفة الأولى اللي هي الترانسبورت والنقل. طبعا البلاد بينقل أكسجين ويجيب ثاني أكسيد الكربون، كربون دايكسايد، بيودي النيوترينتس المواد الغذائية ويجيب الويست برودكتس، بيوزع الهيت على الجسم كله، بيوزع الهرمونز. يبقى دي أول وظيفة وهي الترانسبورت. نمرة 2، الديفنس. البلاد has got a defensive function. في حاجتين في البلاد بيعملوا ديفنس، الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء، ونمرة 2 الانتي بوديز، ودي مهمة جدا للديفنس. لو الاثنين دول قالوا تبقى كارثة، يبقى أي انفكشن حتى الميكروبات اللي عندنا ممكن تغزونا وتقضي علينا. ثالث ورابع وظيفة عاوز اخدهم مع بعض بقى،
لأني زي ما بقول وهقول لكم في شوية حاجات هنعيدها كذا مرة في البداية لحد ما ناخد على بعض. إن أي كورس ما هواش ريليتد للمفروض تعرف إيه وتحصل إيه والامتحان إيه يبقى ضرب من ضروب التهريج. فإحنا عندنا دلوقتي معظم الأسئلة MCQ عندنا في البلاد العربية. هنا ما فيش غير MCQ، ما فيش نظري خالص. MCQ ده ليه 10 ل 12 طريقة معينة لازم تبقى متوقعة عارفها. هنا هيبان أول طريقة في الوظيفة الثالثة والرابعة. الوظيفة الثالثة بتقول هيموستيزيس والرابعة بتقول هوميوستيزيس. لاحظ التشابه في كلمة ستيزيس اللي معناها تثبيت أو توقيف، فيبقى الفرق في البريفكس في المقطع الأول. هل هو بيقول هيموستيزيس ولا هوميوستيزيس؟ لو بنقول هيموستيزيس اللي هي نمرة 3، الهيموستيزيس هنا هيم في اللغة، وهنا برضو عاوز أقول لكم حاجة هديكوا ترمينولوجي يكفيكوا the rest of your life. هيم في اللغة معناها حديد، ده المعنى الحرفي. لكن لو خدنا المعنى الحقيقي المستخدم هنستخدمها بمعنى دم. طب ليه؟ لأنه 70% من الحديد في الجسم موجود في الهيموجلوبين، يعني في الدم. فما أقول هيموستيزيس معناها أن أنا أوقف الدم، stoppage of bleeding. ده معنى كلمة هيموستيزيس، وده موضوع هناخده كامل. طب الوظيفة الرابعة هوميوستيزيس، لاحظ ده جاي من كلمة هوم يعني مسكة. حتى أنا رسم لك رسمة طفولية هتطلق أهو سمكة لو شايفها، وبقول تملي الجملة كما تعيش السمكة في الماء تعيش الخلايا في الماء في الاكسسوار فلويد. فما اقول انا عاوز اثبت البيت يبقى انا عاوز اثبت الاكسترا سيلولار فلويد بتاع اللي عايشه في وسط الخلايا، لازم اثبتها. اثبت 7 حاجات فيها مش عاوزك تحفظه، انما انا هقولهم لك. اثبت البي اتش، اثبت الاوزموتيك بريشر، اثبت الفوليوم، اثبت الحراره، اثبت المواد الغذائيه، اثبت الغازات، اثبت المينرالز. فيبقى هوميوستيزيس لما نيجي الانجليش نقولها to keep the internal environment constant. طب ماذا نعني بالinternal environment؟ الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى ممكن اقول to keep the internal environment او to keep the extra cellular fluid constant. كده يبقى حضرتك قلت نص التعريف وسبت النص الاهم. ليه؟ افرض ان انا هثبت الحراره عند درجه 40 تبقى عاليه قوي، 43 يحصل ديناتوريشن انسان يموت. يبقى لازم انا اثبت الحراره في الوضع الامثل، البي اتش في الوضع الامثل. عشان كده تعريف الهوميوستيزيس لازم تقول كلمتين، تو كيب ذا انترنال انفايرمنت اللي هي الاكسترا سيلولار فلويد كونستانت، تكملها بقى فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز، أو نقولها بعربيتنا تثبيت المسكن في الوضع الأمثل. تثبيت المسكن في الوضع الأمثل، to keep مين المسكن؟ قلت كما تقطن السمكة في الماء تقطن الخلايا وتعيش في الإكسترسير فلويد. يبقى to keep the extracellular fluid اللي هو internal environment constant كده غلط، for optimum function of cells. دي كانت أول صفحة ليها function of blood، نتفاهم مع بعض. أهم حاجة في الدنيا يا أولاد هو الوقت، مفتدين الوقت. عملوا كتاب على أهم 500 شخص في العالم اللي هم الأكثر نجاحا وثراء. عارفين إيه أهم حاجة تميزهم؟ إن هم management of time، time management، إدارة الوقت. ما يضيعوش وقتهم في كلام فارغ. إن حضرتك تقعد تفتكر روحك في ثانوي وتحفظ لي الصفحة دي تاني واللي انا قلته ده تحاول تحفظه، يور ويستنج يور تايم، ملوش اي قيمه. ده الفهرس بتاع البلاد، ده الموضوعات اللي هنتكلم فيه. لعمر هيجي سؤال من هذا القبيل. هذه الصفحه فيها سؤال واحد مالتيبل تشويس عاوزك تعرفه، وده اول نوع في الام سي كيو، انه يجيب لك كلمات متشابهه. ما معنى هيمو وما معنى هوميوستيزيس؟ هيموستيزيس ستوبج بليدنج، هوميوستيزيس to keep the home. الهوم اللي هو مين؟ الانترنال انفايرمنت.
الاكسترا سيلر فلويد كونستنت كده غلط فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. يبقى في الصفحه دي حضرتك لو بتدير وقتك صح والكورس طويل جدا وعندك مواد كثيره جدا تقول انا عاوز اعرف في هذه الصفحه الدكتور ناجي قال لي حاجه واحده بس، هتيجي ام اس كيو مفيش غيرها، ما الفرق بين كلمه هيموستيزيس وهوميوستيزيس؟ البريفكس المقطع الاولاني هو اللي بيقول لك هيم يعني دم، تثبيت الدم يعني ستوبج اوف بليدنج، انما هوميوستيزيس تثبيت المسكه، تقي المسكه اللي هو مين؟ اللي هو الانترنال انفايرمنت اللي هو الاكسترا فلويد كونستنت، كملها فور اوبتيمم فانكشن اوف سيلز. مش بنثبت عن اي نقطه، تمبرتشر عن 37، بي اتش عن 7.4 عن سؤال. هننتقل للصفحه الثانيه باذن الله. Composition of blood. البادي يا اولاد بيمثل 8% من البادي ويت. برضو في حديث الارقام رقم ملوش اي قيمه ولا عمر حد يسال، بنقولها بس عشان تفيل ساتسفايد ان احنا قلناه. هذا البلد هو عباره عن نسيج سائل، البلد نسيج سائل يعني فلويد تيشو، هو نوع من انواع الانسجه الضامه الكونكتيف تيشو، بس يتميز بان الخلايا عايمه في ميه، عايمه في بلازما. اذا هو يتكون من شقين، بلازما تمثل 55% وبعدين اهي موجوده عندك فوق، وسيلز تمثل 45%، 45% سيلز. هتقول لي انهي رقم فيهم مهم في الام اس كيو؟ ده تاني سؤال في الام اس كيو، سيلز، انك تعرف سيلز تمثل 45%، ده دي بنسميها بعد كده هيماتوكريت فاليو، يعني فاليو يعني قيمه، وهيماتوكريت يعني دم، قيمه الدم. قيمة الدم في كم يحتوي من الخلايا، النسبة المئوية للخلايا مش في المية. حتى المثل العام يا أولاد بيقول الدم عمره ما يبقى مية. يعني الرقم المهم هنا اللي هتسأل فيه وهيجيني في الام اس كيو، السيلز لابد تشكل كام في المية؟ تشكل 45%. طبعا معظمها اريثروسايتس اللي هي ريد بلاد سيلز اللي هي كرات دم حمراء، وبرضه قلت اعلمكم ترمينولوجي. في اللغة إريثرو يعني أحمر، تكتبها، وسايت يعني خلايا، خلايا حمر. لما الواحد إيده بيجي فيها يعني عبارة عن حتة حمراء يقول عنده إريثيما، يبقى إريثرو يعني أحمر، إريثرو سايتس خلايا حمر، ودي الأكثر، دي المعظم، يعني 45% دول معظمهم إريثرو سايتس. عدد قليل جدا ليوكو سايتس، ليوكو يعني أبيض، خلايا البيضة، وعدد قليل اسمه ثرومبو سايتس اللي هو ثرومبو يعني جلطه، ثرومبوسايتس خلايا الجلطه اللي هي الصفائح، لان لا يمكن تحصل جلطه بدون صفائح. اذا في كل المنطقه دي عاوزك تعرف حاجه واحده، ان السيلز تمثل 45%. البلازما وان كان مفهوم انها يعني بالاكسكلوجن 55، لكن الرقم ده ما بنسالش فيه. طب تعالى عندي ثلاث انواع من السيلز حتى التوازن يخلي الواحد يفتكر اكتر، ثلاث انواع من السيلز والبلازما فيها ثلاث حاجات اللي هم الاحوال الثلاثه الماده، ميه وصلب وغاز، ووتر سوليدز اند جاس. يبقى دول ثلاثه ودول ثلاثه، اوعى تحفظ الكلام انا بنظمها لك بس عشان تنبسط تحس ان الموضوع سهل منظم. لحد دلوقتي قلنا عندنا سؤال واحد 45%، الووتر تمثل من البلازما 90%، السوليدز 10%، والجاسز نسبه لا تذكر. نمسك السوليدز. السوليدز عندي الثلاث حاجات اللي مكتوبين قصادك الثلاثه دول بثلاث اسئله في الام اس كيو. اهم حاجه هي البلازما بروتينز، 7 جرام برسنت نسبه البروتينات في البلازما، وده موضوعنا النهارده البلازما بروتين، 7 جرام برسنت. اقول لك حاجه عشان تفتكر رقم، ساعات الواحد بيفتكر اتقال ازاي، دكتور ناجي قالها ازاي، رقم 7 ده رقم كرمه الخالق، السماوات السبعة، أيام الأسبوع حتى 7، إحنا حتى انطبعنا بتكريم الخالق فبقينا نقول عجائب الدنيا السبعة معايا، برغم إنهم 8 دلوقتي الأهرام رفضوا يدخلوها الناس تستفتي عليها، فبقوا الناس اختارت 7 ومعاهم الأهرامات، هبقى أحكي القصة دي في أوانيها بالتفصيل. 7 جرام. واحد يقول لي يجي السؤال إزاي؟ خد بالك بقى ده تاني نوع في الـ MSQ. يبقى أول نوع بيجيب لي الكلمات المتشابهة هيموستيزيس
ولا هوميوستيزيس. تاني حاجة يجيب لي الرقم الأرقام. أقول لك حاجة لا أزيع سرا، عمره ما بيغير رقم. عارف إن كل الناس عارفة البلازما بروتين 7، ركز في التمييز، جرام مش ميلي جرام. وأقول لك ليه، كل الحاجات في البلاد تقريبا بالميلي جرام ما عدا 2. ركز معايا، البلازما بروتينز والهيموجلوبين بالجرام. أول ما يجي لك سؤال عن قيمة البلازما بروتين أو قيمة الهيموجلوبين، أنا بقول لك من دلوقتي هو مش هيلعب في الرقم، عارف انك حافظ الرقم 7، هيكتبها لك ملي جرام. غلط، لازم تبقى جرام. اظن عارف ان الجرام 1000 ملي جرام. ده اول سؤال هنا. تاني سؤال، الليبيدز اللي موجوده في الدم موجوده از لايبوبروتينز، يعني ليبيد متشال على بروتين. حتى عندنا نوعين في اللايبوبروتين، هسبق الاحداث شويه مش عليك دلوقتي ولا مكتوب. هو ده الكوليسترول يا اولاد. في عندنا هاي دنسيتي ده التركيز عالي، ولو دنسيتي ده التركيز واطي. حتى هنا انا اقولها للناس ان احنا الهاي دنسيتي ده نسموه الجود كوليسترول، الكوليسترول الحلو. اللو كوليسترول ده الباد كوليسترول. وعشان تفتكرها بطريقه فاني شويه، احنا نحب العالي عالي والواطي يفضل واطي طول عمره واطي. فاحنا عاوزين الهاي يبقى هاي وعاوزين اللو يبقى لو، ولكن ده كلام سابق لوقته هيقوله لكم في البايوكيمستري. السؤال دلوقتي اللي انا عاوز اقوله، وده سؤال عندي في الام اس كيو في الفسيولوجي، هو ليه الليبيد مش موجوده اس فري ليبيدز؟ ليه متشال على بروتين؟ تخيل، هل الزيت بيدوب في الماء؟ طبعا لا. يبقى لو حطيت ليبيد از ايز كده مش هتبقى دايبه، يبقى هتترسب في جدران الشرايين وتديني اخطر مرض اللي هو تصلب الشرايين، وبالتالي تبعياته بقى جلطه في القلب وجلطه في المخ ونزيف في المخ. واقول لك معلومه فقط المعلومات العامه وهي معلومه طبيه، واحد في كل 3 في عالمنا هذا بيموت من جلطه كبيره في القلب تؤدي الى سكته قلبيه. طب ايه اللي بيأخر الحكايه دي؟ ان ربنا شايل الليبيد على بروتين، فتبقى ميسبل ويز ووتر، دايبه في الميه، فما تترسبش في الانسجه وفي جدران الشرايين. فنصيحه بره الموضوع، حاول ما تاكلش دهون كتير، انك لو كلت دهون كتير مش هتلاقي لها بروتينات تشيلها، هتبقى ليبيدز از از مش دايبه، تترسب في شرايينك تسرع من عمليه الاثيروسكليروزيس تصلب الشرايين. فين السؤال الام اس كيو؟ انا حافظ الاسئله وورد وايد يا اولاد. الليبيد في الدم فري ليبيدز غلط، لايبوبروتين. نيجي للثالثه، البلازما بروتين والليبيدز دول بنسميهم كولويدز، مواد عضويه اورجانيك، انما احنا عندنا مواد غير عضويه كريستالويدز ان اورجانيك. اهمهم مكتوبه قصادك، صوديوم كلورايد. نسبته كام؟ شوف الدقه، ده سؤال ام اس كيو هو كمان. 0.9%، ما قالكش 1%، 9 من 10 من الجرام في الميه. طب ليه الدقه دي؟ تعال افهمك بقى، ده موضوع مهم جدا. الاسموتيك بريشر اللي هو الضغط الاسموزي الذي يحدد اتجاه سريان المياه الى الخليه ولا من الخليه يعتمد على الاسموتيك بريشر. يعني لو الخليه الاسموتيك بريشر بره عالي هيشفط منها ميه، بره اقل منها نسميها هايبو اسموتيك هيديها ميه وتنفجر. فلازم الدم خارج الخليه يبقى له نفس الضغط الاسموزي داخل الخليه، بمعنى آخر يبقى فيه نفس كمية الملح اللي هي كام؟ مش واحد يا أولاد، 0.9%، يعني أقل من واحد. شوف الدقة، وتعال أقول لك معلومة مش هيقولها لك في المحاضرات. كلهم بيقولوا إن الضغط الإسموزي يعتمد على عدد الجزيئات ولا يعتمد، لا يعتمد على الحجم. يعني هو مش يعتمد على العدد والحجم، لا العدد فقط، الحجم ملوش أي قيمة. طب واحد يقول لي طب ليه؟ قولها لنا، ما بتتقالش في المحاضره. اقولها لك، ان البومباردمنتس اللي هو طرق الموليكيولز للممبرين ما بيعتمدش على حجمه، بيعتمد على عدد بس. هتقول لي ليه؟ هقول لك حاجه، حاجه خدناها في ثانوي، كنا بنقول طاقه الحركه بنقولها انجلش هاف ماس في سكوير، اللي هي اقولها لك بالعربي نص الكتله في مربع السرعه. فالموليكيول الكبير اللي حجمه كبير بسبب كبره سرعته بسيطه،
فدي تعوض دي. هو كبير والسرعة قليلة فطاقة الحركة تبقى هي هي. وبالعكس الموليكيول الصغير بسبب صغره سريع جدا، يبقى نقص الماس عوضها زيادة السرعة، فبقى في النهاية طاقة الحركة لموليكيول كبير زي موليكيول صغير. الكبير سرعته بطيئة والصغير سرعته عالية، فبقى الموضوع عدد. اوعى تنساها في حياتك انه الاوزموتيك بريشر ده موضوع نمبر مش موضوع سايز على الاطلاق. طب اذا من هي اكثر الجزيئات عددا في البلازما؟ طبعا طبعا الانورجانيك الكريستالويدز اللي هو اهمهم الصوديوم كلورايد، لانهم يعني متناهين الصغر وباعداد رهيبه، فهو ده المسؤول عن الاوزموتيك بريشر. قيمتها ايه في الطب؟ اقول لك، واحد نزف ومفيش بلاد في المستشفى، واحنا في مستشفى ميداني زي في حرب 6 اكتوبر، طب عايزين نعوضه بمحلول ملح مساوي للضغط الاسموزي بتاع الجسم عشان لا ياخد منه ميه من الخلايا ولا يديها ميه فيفجرها. طب ما احنا عارفين الرقم، كل 100 سنتي ندوب فيه مش جرام، 9 من 10. طبعا ما كناش بنعملها كده يا اولاد، بالقياس كل لتر لتر ندوب فيه 9 جرام ملح، وعليه يبقى المية فيهم 9 من 10. يبقى ده محلول آمن يعوض الدم اللي هو نزفه المريض لحد ما يجي دم طبعا، بدون بيتسميه ايزو اوزموتيك، مساوي في الضغط الاسموزي، لا هو هايبر ولا هو هايبو. مرة أخرى هذه الصفحة أبنائي الطلبة فش ولا سؤال نظري، تقعدش تحفظها، ما تضيعش وقتك، فيها 4 أسئلة، تعال نعيدهم تاني. الأول أذكرك بالسؤال بتاع الصفحة اللي قبلها، في الصفحة اللي قبلها كان في سؤال واحد، إيه الفرق بين الهيموستيزيس والهوميوستيزيس؟ يعني إيه هيم؟ بلاد، يبقى هيموستيزيس ستوبج أوف بليدينج، إنما هوميوستيزيس هوم يعني مسكن، يعني أكيب المسكن اللي هو مين؟ اللي هو الإكسرسير فلويد كونستنت فور أوبتم فانكشن سيلز. يبقى الصفحة دي كان فيها سؤال واحد إم إس كيو، اما الصفحه الثانيه كان فيها 4 أسئلة بس، تعرف ما تعرفش غيره. And trust me، لن يخرج كلام على اللي بقوله لك، انا لا انجم، لان زي ما بيقولوا كذب المنجمون ولو صدفوا. وعلى فكره انتوا بتقولوها غلط، صدقوا، لا هي صدفوا، ازاي واحد يبقى صادق ويبقى كذاب؟ الكلمه الصحيحه كذب المنجمون ولو صدفوا. أنا بنجمش، أنا بقول لك كل أسئلة لأني حافظها وورد وايد. هنا في 4 أسئلة. سؤال نمبر 1، كم تمثل خلايا الدم؟ لأن الدم قيمته في الخلايا مش قيمته في المية، 45%. السؤال الثاني، بلازما بروتينز 7 جرام، هيجيبها لك غلط إزاي؟ ملي جرام، ما بيغيرش الرقم، كل الناس حافظوها إنها 7 بس يحط لك ملي جرام، ركز على التمييز أكتر من الرقم. السؤال الثالث، دهون الدم موجودة في أنهي صورة؟ Not free lipids as lipoproteins. ليه؟ أنت تعلم عشان يبقوا miscible، عشان يبقوا دايبين، عشان ما يتعصبوش في الجدران، عشان خاطر ما يدوش صلب الشرايين اللي هو مرتبط بالكوليسترول. وديت لك معلومة في فقرة معاك العامة أن في نوعين، high density ولو density، عالي الكثافة وقليل الكثافة. وقلت لك العالي عالي سموه good كوليسترول، عاوزين يبقى عالي، كل ما يبقى عالي حلو، إنما اللو واطي، عاوزينه يبقى واطي لانه وحش باد. رابع سؤال، الكريستالويدز، وقلنا الرقم 0.9% واهميته ايه؟ عشان هو ده الاعداد الكبيره التي تحدد الاوزموتيك بريشر. وفهمتك اللي ما بيقولكش في المحاضره ليه الاوزموتيك بريشر موضوع عدد ولن يكون موضوع حجم، لان الموليكيول الكبير له نفس طاقه الحركه بتاعت الموليكيول الصغير، الكبير سرعته بطيئة بالبلدي والصغير سرعته عالية، وطاقة الحركة نص الكتلة في مربع السرعة half mass v square. اقلب الصفحات من فضلك، أنا اللي هقلب. ابتدي بقى أول موضوع هو البلازما بروتينز. بلازما بروتينز، وأسف إن كان لازم نحط S، معلش الحقيقة أولاد أنا هنا بأزيع من يعني بلد بصيف فيها اسمها ميرتل بيتش في ساوث كارولينا، وانا الحقيقه يعني ما يعني لا معايا تقنيات تكنولوجيه ولا ايفن معايا الورق بتاعي، اعتمدت على الذاكره وعلى كل حاجه، لكن قلت عشان ما اعطلكوش، بعد 3 أسابيع لما اعود الى تورونتو في كندا عندي امكانيات احسن شويه من هنا.
لكن هوفر اتمنى تبقوا مستفيدين. فهنا بلازما بروتينز، على فكره تقدر تصور الحاجات دي اذا كانت ظاهره عندك في الكمبيوتر او في السمارت فون بتاعك. بلازما بروتينز، انا ناسي الرقم، تفكروني بيه. رقم يعني الخالق مهم جدا عنده، سبعة السماوات السبعة. وقلت هيغلطك في ايه؟ جرام، نوت ميلي جرام. وفي رقمين بس في البلاد هما اللي بالجرام، البلازما بروتينز والهيموجلوبين. طيب انواع البلازما بروتين، التايبس، وي هاف فور تايبس اوف بلازما بروتينز. انا طبعا الكلام كاتبه في العمود اللي هو على ايدك، هيبقى الشمال لو انت في مواجهه الكمبيوتر هيبقى ايدك الشمال اهو. انا فاصل الكلمات، هي كلها كلمه واحده بس عشان اوريك اصل الكلمات، لان زي ما وعدتكم هشرح لك جايه منين الكلمات دي. فاول نوع اسمه البيومين، تاني نوع اسمه جلوبيولينز لانه اكثر من نوع عشان كده فيها اس، ثالث نوع اسمه فايبرينوجين، رابع نوع اسمه بروثرومبين. عاوز تتعلم اي كلمه في الطب بتنتهي باي ان تبقى بروتين، لان لاحظ فوق ان كلمه بروتين بتنتهي باي ان، يبقى اي حاجه تلاقيها في اخرها اي ان اديك اتعلمت تبقى دي بروتين. طب قلبي ومعناها ايه؟ البينو، عارف الشخص الالبينو اللي هو فاقد للاصباغ اللي بيبقى لونه فاتح، فالبينو معناها البروتين الابيض، تكتبها بقى. طب جلوبيلنس، جلوب يعني كره، يعني لما نقول جلوب يعني اي جلوب، كره العين، فجلوبيلنس يعني بروتين الكروي. وانا اقول لك حاجه طريفه عشان تفتكر منها، انا شخصيا بحب جدا افطر بيض، الحقيقه من اكثر الحاجات اللي بحبها، ايفن حتى في الغدا احب قوي الحاجات اللي فيها بيض، البانيه اللي هو السكالوب بانيه والفراخ وهكذا. عاوز كل يوم انت بتقشر البيض الصبح لاحظ هتلاقي اول حاجه لونها ايه في البيضه؟ ابيض، تقول هذا هو الالبيومين، البروتين الابيض، وجواه كوره صفراء، تقول ده الجلوبولينز. يبقى حتى تحول افطار لمذاكره، ده الالبيومين وده الجلوبولينز. وتعالى الى فقره المعلومات العامه، اسالك سؤال اول فكر فيه، هل البيضة القشرة بتاعتها الشل فيها بورز ولا مصمطة؟ وفكر. أنا أقول لك لازم يبقى فيها بورز، عارف ليه؟ لأن إزاي الكتكوت اللي جوه هياخد الجاسز وهو ما فيش عنده أمبليكال كورد، ده الفرخة نايمة على البيضة، يبقى لازم تبقى بورز. أقول لك الحقيقة في 10,000 بورز في كل بيضة. معلومات عامة. تاخد معلومات تانية، البيض انواع، في اكسترا لارج ولارج وميديوم وسمول، تفتكر انهي فرخه بتدي انهي واحده؟ اقول لك الاجابه، الفرخه في دوره حياتها بتدي كل انواع البيض، اكتر حاجه بتديها اللارج اكس. دي ثالث معلومه. رابع، ثالث معلومه، ثاني معلومه، يبقى دي الثالثه، ان هو الاضاءه تساعد على الاخصاب، يعني عشان منتج البيض يزودوا عدد مرات انها تبيض الفرخه، اقول لك حاجه، بينوروا النور 23 ساعه في اليوم، فالفرخه تدي 6 بيضات في الاسبوع، الاضاءه تزود الخصوبه. تقول لي طب دي بالاضافه انها معلومه طريفه تفيدني كشخص، اه طبعا، ان الخصوبه في الانسان مرتبطه بالضوء. بلادنا لانها حر وفيها شمس كتير الخصوبه، والناس يعني تنضج تبقى ماتيورد اسرع من البلاد اللي هي ما فيهاش شمس. البنات اللي بتشتغل مضيفات او ممرضات نشاط ليل ما بيشوفوش ضوء بالليل ويجوا الصبح يناموا، لاحظنا الخصوبه عندهم قليله. يبقى التعرض للشمس زود الخصوبه، لكن ده مش معناها بقى يعني تطلع بره في الشمس هتلاقي طبعا بيقول لك ايه يا ابني ده؟ ايه بتعمل في الشمس؟ ما تقولهمش انا بتخصب، لان اقول لك الشمس لها مضار رهيبه. تعال اقول لك برضه فقره المعلومات العامه، كتبت شويه مقالات هنا في الجرائد العربيه. عارف السولار ريز، اشعه الشمس دي، بتسبب اكثر الانواع شيوعا من الكانسر. اظن دلوقتي عرفت من هو اكثر كانسر شائع في العالم، كانسر سكين، سرطان الجلد. فوق سن 60 واحد في كل 2 بيجي له نوع من سرطان الجلد. ولكن نشكر ربنا سببين، اولا بنشوفه بسرعه لانه في الجلد، شوف رحمه ربنا، وما هوش very malignant، معظمهم يعني locally malignant، يعني في مكان ونشيله ونتخلص منه. يبقى من هو أكثر السرطانات في الدنيا؟ اللي هو سرطان الجلد.
بسبب السولار ريس، فما تعرضش اشعه الشمس. ان النهارده بتوع الانفايرومنتال بيقولوا ان اخطر حاجه في الدنيا هي السولار ريس، غير انها تعمل الميه البيضاء في العين، ومش هتكلم عليها. انا بس قلتها بخصوص الاخصاب والبيض، ان في ميزه للشمس انها بتزود الاخصاب، لكن وفي مزايا اخرى طبعا للضوء، انما ليها عيوب. تعرضش. طب نكمل فقره مال. طب مين اكثر السرطانات اللي بتموت في العالم مش شيوعا؟ السكين كانسر قلنا نمره واحد، واحد في كل اتنين فوق سن 60. شيوعا الكانسر لانك. واقول لك بحب الارقام قوي، وقلتها في برامج تلفزيونيه، وقلتها في في في, في الجرائد. في كل 100 بيموتوا من كانسر رجاله 33 من كانسر لانكس. طب في كل 100 ستات ماتوا من كانسر 26 من كل 100. والسرطان الرئه مرتبط اساسا وليس فقط بالتدخين. في طبعا ناس ما بتدخنش بيجيلها، قلت اساسا. يبقى انا اديتك معلومه مهمه قوي، اهم من المحاضره النهارده. يبقى لو حضرتك بعدت عن السولار ريز، اشعه الشمس، ما تعرضتش ليها خصوصا ما بين الساعه 10 و4 اللي هي بتاعت الاشعه الفوق بنفسجيه، وامتنعت عن التدخين او تقعد جنب المدخن انك بتاخد نفس الضرر، فانت تفاديت اكثر انواع الكانسر شيوعا، وتفاديت اكثر انواع الكانسر قتلا. كانت هذه فقره المعلومات العامه. نستكمل. فايبرينوجين، كلمه دي من ثلاث اجزاء. فايبر يعني خيط، اي ان بروتين، يبقى بروتين خيطي. طب جن من كلمه جينيسيس يعني تخليق، توليد. اي كلمه في اللغه الانجليزيه تنتهي بجن يبقى تعمل جينيسيس اللي قبلها، يبقى الفايبرينوجين يولد يخلق الفايبر اللي هو البروتين الخيطي. هتقول لي ايه اهميه الترمينولوجي؟ افهمك. ناس كتير هتسالني هي جلطه الدم عباره عن ايه؟ شبكه من بروتين خيطي بالفايبرين. الشبكه دي اللي هي من البروتين الخيطي الفايبرينوجين بتراب ار بي سيز. يبقى ديك عرفت بالخيال بقى، تخيل معايا شكل الجلطه لاول مره تفهم جلطه الدم دي عباره عن ايه. شبكه من بروتين خيطي اللي هو الفايبرين اللي بيولده الفايبرينوجين، جينيسيس اوف فايبرين. واول ما ترميها في الدم اكتر خلايا ايه هتصطادها؟ اكتر سمك ايه في الدم؟ ار بي سيز. فتروح صيد ار بي سي عشان لونها احمر. يبقى الترمينولوجي عرفني وظيفه الفايبرينوجين. يبقى 100% ده متداخل في البلاد كواجيليشن، وهتفيدنا في اخر صفحه النهارده. طب نيجي للبرو ثرومبين، برضو الكلمه انا مقسمها لك هي كلمه واحده، برو يعني قبل، وثرومبو يعني جلط، واي ان يعني بروتين. يبقى هذا بروتين ما قبل التجلط، يبقى من اسمه بيساعد على التجلط. يبقى عندي اربع انواع من البلازما بروتينز، وده سؤال شافوي. يقول لك قول لي انواع البلازما بروتينز. البيومين البروتين الابيض، جلوبيلينز البروتين الكروي، فايبرينوجين اللي بيولد الفايبرين البروتين الخيطي اللي هو الشبكه بتاعت التجلط، بروثرومبين بروتين ما قبل التجلط. انا كنت عامل جدول حقيقي طول عمري بقوله في المحاضرات، كاتب فيه الكونسنتريشن بتاع كل واحد والموليكولار ويت، وحتى الزملاء زملاء كثيرون كانوا بيفتكروا ان انا احلى ما في الكلام ده هو الجدول. لا، مش احلى في انه جدول وانه ارقام، مش عارف تحفظ ارقام كطبيب، مالهاش اي قيمه. هنا في ارقام مهمه في الطب وفي ارقام غير مهمه. هنا الارقام في مدلولاتها وليس في اساسها. بمعنى انت شفت بقى الجدول اللي انا حاطه ده مش حاطط فيه اي ارقام. انما انت لو قصادك الجدول الاساسي بتاعي اللي حاطط فيه الارقام هتلاحظ الاتي. بقول كما الكلمات تتكلم الأرقام تتكلم. مين أكتر البلازما بروتين